مقدم على برنامج شارك تانك، الفيديو ده ليك. في الفيديو ده جبت لكم الابليكيشن اللي بتبعت لكل الناس اللي مقدمه على شارك تانك. يلا بينا نشرحها سوا. اول صفحه بتكون معلومات عامه، اسمك، اسم البيزنس بتاعك، رقم تليفونك، مبلغ الاستثمار، النسبه اللي عايز تعمل عليها الاصل. تاني صفحه بتكون البيزنس ديسكريبشن، اوصف البيزنس بتاعك عن ايه. تالت سؤال بيكون عن حقوقك وملكيتك للمشروع وهل ليك اي شركه ولا لا. تالت سؤال بيكون هل عندك بيزنس بلان مكتوبه ولا لا. رابع سؤال بيكون ايه هو اكتر شيء بيميز مشروعك عن اي مشروع مشابه. خامس سؤال بيكون عن الاختبارات الامان اللي انت عملتها عشان تتاكد ان المشروع بتاعك امان وسليم 100%. بعد كده بيسالك عن مين المنافسين بتوعك وازاي انت هتقدر تاخد جزء من الماركت شير من المنافسين، ويرجع يسألك انت ليه عايز تعمل جولة الاستثمار دي، وبعدها ايه هو الفاليويشن بتاعك للبزنس، يعني انت مقيم المشروع بتاعك بكام. ونيجي بعدها لقسم اذا كنت شركة، ويبدأ يسألك هل انت مسجل الشركة بتاعتك دي في سجل تجاري، بطاقة ضريبية، عمل اي تسجيل قانوني. لو عمل التسجيل القانوني فبيسألك انت عامله فين بالظبط، ويسألك بعدها انت بتشتغل من فين، هل في البلد ولا في بلد تانية. ويسألك كمان هل دي اول شركة انت بتمتلكها، ولو مش انت المالك فمين هو المالك الحقيقي للشركة. وبيسأل كمان مين هم الناس اللي في فريق الادارة وايه هي خلفياتهم وشهاداتهم. واخر سؤال في الصفحة بيسألهولك ابتديت ان انت تتاجر وتشتغل ولا لسه. في الصفحة دي بيسألك بعت كام قطعة، عندك عملاء ولا لا، هم منين، عملت عقود مع شركات ولا لسه، ايه هي العوائد عليك من الشركات اللي انت عملتها. وبياخدك بعد كده لقسم التصنيع، واول سؤال يساله مين هم شركاء التصنيع، ايه هي عناوينهم، عندك عقود مع مصانع ولا لسه، بتصنع في اي بلد، بتاخد وقت قد ايه في التصنيع. بعد كده بياخدك لقسم الفاينانس او الماليات، القطعه الواحده بتتكلف كام، بتبيع القطعه الواحده بكام، سعر التجزئه للقطعه كام لما تتباع عند حد تاني غيرك. بعد كده بيسالك ايه هو صافي الربح بتاعك، هل اخدت تمويل قبل كده، استثمرت كام في المشروع، هل اقترضت اي قرض للمشروع، ايه هو القرض، متوقع صافي الربح كام في 3 سنين، لو اخدت استثمار او فند من الشاركس ايه هي الخطة الزمنية علشان مشروعك يتطور. بعد كده بيسألوك هتقسم الفلوس اللي هتاخدها من الشارك على ايه، ممكن تبيع المشروع امتى وايه هي الاستراتيجية، متوقع الشاركس هيستفيدوا ازاي، متوقع الشاركس هينفعوك في ايه غير التمويل، هتعمل ايه لو ما اخدتش عرض من الشاركس. نيجي للقسم اللي بعديه وهو قسم السوق، مين وفين السوق بتاعك، هل في طلب على منتجك، ايه هي خطتك الاستراتيجية. ونيجي بعد كده للشق القانوني، هل سجلت الاسم وعندك ويب سايت دومين، هل المنتج معروف باسم تاني، هل بتاجر تحت اي اسم تاجر تاني. بعد كده بيسألك هل عملت اي اختبارات امان قبل كده ومع مين، هل كان عندك شركة وكنت مدير فيها او مالكها، لو كنت شغال في الشركة دي وسبتها امتى ده حصل وازاي، لو شركتك اتباعت احكي ازاي حصل وليه، هل كان في اي صراعات مع الشركة وقت البيع، هل كان في ديون على الشركة داخليا خارجيا، هل في احكام قضائيه عليك او على شركتك القديمه، هل حصل عندك اي عجز في تسديد القروض قبل كده. الجزء التاسع هو شخصي، يسالك عن معلومات عنك وعن خلفيتك ودراستك وهواياتك، شغلك الحالي هو ايه، ايه شجعك تبقى رائد اعمال، ايه هي الحوافز اللي بتخليك عايز تبدا يوم جديد. القسم ده عاطفي شويه، بيسالك مين هم المؤثرين في حياتك، ايه هي الصعوبات اللي بتقابلها، ايه اهم حدث حصل لك في حياتك وغيرك، احكي لنا عن افراد عيلتك، توصف نفسك بايه، تفتكر هتحس بايه يوم التصوير، هل بتاخد اي ادويه او عندك اي حاله صحيه او ظرف صحي، حابب تضيف حاجه عن حياتك. القسم الاخير هو قسم عام، هل عايز تضيف شيء معين يوم التصوير، اضاءات، بروبس مخصوصه، هل محتاج محامي او محاسب قانوني، هل ظهرت على التلفزيون قبل كده، هل ظهرت او هتظهر على اي برنامج مشابه الفتره اللي جايه. لو عجبك الفيديو ده اعمل لايك واكتب لي في الكومنتس لو عايز اعمل منه جزء تاني عن ازاي نقدر نملى الفورم.